في سورة الشعراء أو الموضع حسب ترتيب القرآن الأول في سورة الشعراء في الحديث عن قوم سيدنا هود عليه السلام لما كذبت هود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فقال لهم أشياء كده، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ردوا قالوا له إيه؟ سواء علينا أو عظم أم لم تكن من الواعظين، إن هذا لخلق الأولين. اللي أنت بتحكي عنه يا يهود ده خلق الأولين اللي هو إيه؟ من هنا نأخذ إنه الأخلاق، نأخذ معنى الأخلاق إنها إما أن تكون كلمة وإما أن تكون فعلا. يبقى الأخلاق ما هيش فعل فقط، وإنما الكلمة خلق، بل من أعظم الخلق الكلمة. ولذلك حينما نتناول شيء من القرآن الكريم أيها الأحباب يعني نركز في كتاب الله تبارك وتعالى، نركز في لفظه ونركز في رسمه، حتى الرسم، لأن القرآن الكريم تفرد بعد حفظ المولى تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يحفظ كتاب سماوي ولا غير سماوي من قبل الله تبارك وتعالى إلا القرآن الكريم، فتفرد بحفظه. بعد حفظ الله تبارك وتعالى تفرد القرآن بثلاثة أمور. الأول رسم خاص، الرسم العثماني، ما فيش كتاب يكتب بالرسم العثماني إلا القرآن الكريم. وأداء خاص للقرآن، تفرد بأداء خاص، نقرأ الشعر والخطب والمحاضرات والكلام ده كله، لكن تفرد القرآن بأداء خاص اللي احنا بنسميها القراءات. والقراءات ده هو الكتاب الوحيد اللي له، شوف أنا عندي 10 قراءات صحيحة، 7 طبعا لهم عليها، حضراتكم أعلم بهذا، بس أنا أذكر لنصل إلى ما نود أن نقول. يبقى في عندي 10 قراءات، 7 متفق عليها و3 فيها كلام، لكن الأرجح أنها برضو متوترة وأنها مما يتعبد به. كل قراءة لها روايتين، نقول حفص عن عاصم ولا شعبة عن عاصم ولا ورشة عن نافع ولا قارون عن نافع، ولا عندي 10 قراء، كل قارئ له روايتين، كل رواية لها طريقان، كل طريق من وجهين. ابن الجزري عمل الكلام ده، يبقى عندي كم وجه؟ عندي كم رواية طيب؟ عندي 10 20، مش 10 قراءات، كل قراءة روايتين، يبقى 20 رواية، كل رواية من طريقين، يبقى كم طريق؟ كل طريق من وجهين، 80 وجه فصيح مبين للقرآن الكريم. أنا وأنت نعرف إيه من 80، ده إحنا مش قادرين نحكم رواية واحدة. شوف بقى كل ما الإنسان يتعلم يدرك أنه على جهل شديد، ولذلك يظل قول ربنا تبارك وتعالى لنا أفرادا وجماعات وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليل. اللي أنت عرفته قليل، مش في الغيب ولا في الإعجاز ولا، لا، ده حتى في الأداء القرآني، الأداء القرآني أوتينا منه القليل. إحنا كل واحد فينا، أنا أنت مالك ومال اللي يعرفه فلان ولا علان، ده تخصص في كذا وكذا، وإنما ما أوتيتم من العلم إلا قليل. عموما نعود إلى الآية، حينما
أتبنون بكل ريع آية تعبثون. البناء، الريع اللي هو المكان المرتفع، البناء خلق من الأخلاق، فعل خلق من الأخلاق. وتتخذون مصانع، المصانع المنازل هنا والقصور والمباني المختلفة أيا كانت أنواع هذه المباني، برضها أفعال. وإذا بطشتم، بطشتم جبارين، يبقى الأفعال منها الحسن ومنها السيء القبيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عشان بس ما ننفيش الماضي: إنما بعثت لينشئ ولا ليبدأ ولا ليتمم. وتمم يبقى في أخلاق موجودة تتوارثها البشرية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عشان يعمل إيه؟ يكمل هذا البناء. زي ما شبه قال لنا إن كقصر أو كبيت بني إلا موضع لبنة، فأنا موضع اللبنة صلوات الله وسلامه عليه. وهو أكثر من ذلك، هذا تواضع منه. لو أكثر من لبنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لبنة، وإنما كان أكثر من إيه؟ أكثر من لبنة. في فقالوا هذا، إن هذا لخلق الأولين. قالوا له ده الكلام اللي أنت بتقول عليه داود، هذا خلق الايه؟ خلق الاولين، مش اخلاقنا يعني. فاذا الاخلاق كما نستشف من هذه الايه افعال واقوال. فالقول الطيب، الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه، والفعل الطيب صدقه. الاخلاق واحد عدى لنا سبع انواع، واللي قال ان مكارم الاخلاق 10، واللي قال 14. لكن كل قول طيب وكل فعل طيب من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول طيب، كلمة طيبة، وكل فعل طيب من مكارم الأخلاق، وما على ذلك يبقى من مساوئ الأخلاق التي نهينا عنها. من مكارم الأخلاق لو عددنا بعض مكارم الأخلاق: صدق الحديث، صدق الحديث. وأظن إنه الحديث المشهور: لا يزال الإنسان يصدق ويتحرى الصدق حتى يوتر عند الله إيه؟ والعكس لو يكذب ويتحرى الكذب حتى يوتر عند الله إيه؟ كذب. فأنا كإنسان ماذا أختار لنفسي؟ هل أختار لنفسي أن أكون مع هذا الفريق، ولا هذا خلق وهذا خلق؟ لكن هذا خلق حسن من مكارم الأخلاق، وهذا خلق سيء ينهى الإنسان عنه. فصدق الحديث